وهذا الدعم السخي هنا نشاهد الأسماء والإنتاج في ازدياد. الـ 1600 متر مشاهدينا متابعينا الكرام لازلنا ننتظر. إذا تم سحب تلال الخالدية من المشاركة في السباق، رفعت الراية، فتحت البوابات لمنافسة شوط الخيل العربية، سباق تحضيري، شوط مفتوح الدرجات، عمر 3 سنوات. ها هي الأصايل تندفع من الـ 1600 متر، جدلاء آل جحيف، عامر القاضي، حازم البراق، والثاب الحردة، شلفة الحزام، جمران الخالدية، حازم جودة، وزاكية الخالدية، صميدة عذبة، وزرقاء المدام، نبراس الأمل الثانية، منذر الأمل، نبيل الخالدية الثاني، ومجد عيوننا، وخالد الزاملية، هتون الخالدية، وتالا دي بين. هنا نشاهد الانطلاقة متوسطة السرعة للأصايل، الصدارة في هذه اللحظات نشاهدها مع زاكية الخالدية تقود السباق، نبراس الأمل الثانية إذا في هذه اللحظات تندفع إلى المركز الأول، منذر الأمل إذا يقود السباق في هذه الأثناء في متابعة من مجد عيوننا إلى ثاني المراكز، والمحاولات في المركز الثالث من قبل نبيل الخالدية الثاني الاسم المرشح في هذا الشوط، وأيضا التحرك في هذه الأثناء لخالد الزاملية يحاول الاندفاع في هذه الأثناء مع حازم جودة الذي يحاول التحرك بكل قوة في هذه الأثناء. لا زال منذر الأمل ابن دهر مع رائد الفيروز يقود السباق في هذه الأثناء، نبيل الخالدية الثاني في الظهور الأول له، ابن عين عوين العريق يقود السباق مع المنعطف الأخير، يبدأ مع سلمان الرشيد الأعلى تصنيف في هذا الشوط، يحاول الابتعاد، يشهد ضغط قوي من منذر الأمل، نبيل الخالدية الثاني ابن عوين العريق والأم نبيلة الخالدية، يوسع الفارق، سلمان الرشيد يطلب منه الابتعاد، يبتعد يبتعد نبيل الخالدية الثاني، يبتعد في الظهور الأول بالفوز الأول. ألف مبروك لهادي حمد المرزوق، دريبات لحمد الرشيد والقيادة لسلمان الرشيد. إذا نبيل الخالدية الثاني الأعلى تصنيف في هذا الشوط، بطلا للشوط الخامس ذهب الزميل عايش البقومي في الاستوديو التحليلي مع ترشيحه، ها هو يصادق على الترشيحات ويظفر بالشوط الخامس الـ 1600 متر لنبيل الخالدية الثاني ابن عوين العريق والأم نبيلة الخالدية. هنا نشاهده يوسع الفارق وأداء جميل ورائع من قبل الخيال سلمان الرشيد لبطل هذا الشوط، وبزمن وقدره دقيقة 55 ثانية 97 جزء من الثانية لبطل الشوط رقم 16 وبفارق 4 أطوال و3/4 الطول. إذا كان هذا هو الشوط الخامس والمتعة التي شاهدناها مع نبيل الخالدية الثاني. نعود إلى الاستوديو التحليلي، عودة إليك زميلي فيصل السوق. يعطيك العافية، شكرا لك أحمد مبارك لهادي آل مرزوق، حصول نبيل الخالدية الثاني على المركز الأول وهو يمكن أعلى تصنيف أخوي عايش، وأنت من الأسماء اللي عودت عليها كثير في هذا الشوط، مبارك لهم، تفضل. صحيح، نبيل الخالدية الهادي بن حمد آل مرزوق ومدربه المدرب القدير حمد الرشيد والخيال سلمان الرشيد كان من ضمن الخيل المرشحة بالإضافة إلى تلال الخالدية، لكن اليوم يعني صراحة أداءه مغاير ما شاء الله تبارك الرحمن، رغم أنه أول مشاركة له في موسم سباقات الطائف، حصان 3 سنوات، تصنيفه 90، الخيل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الخيل اللي جاية وخيل مقبلة، وألف مبروك للمالك هادي بن حمد آل مرزوق والمدرب حمد الرشيد والخيال سلمان الرشيد، كان أداء أكثر من رائع وأكثر من جميل وقيادة موفقة من الخيال. ظاهر على الشاشة الآن نبيل الخالدية الثاني الهادي بن حمد يعني آل مرزوق. نعم، رغم أن نبيل الخالدية ما مسك مسارة ترى في آخر 400 متر. صحيح، لكن ما شاء الله بدأ يمكن ينحرف على يمينه. على يمينه كان يطلع البر الحصان. نعم، لكن ما شاء الله ما أثر عليه ممشاه، حصان مرشح، حصان قوي، وظاهر على الشاشة الآن مع المدرب مع الملاك ومع مدربه القدير حمد الرشيد نبيل الخالدية.